السلام عليكم. حلوياتنا الرمضانية لهذا اليوم راح تكون زردة وحليب. هنا زردة راح أبدي، خليت هنا زبد تقريبا كوب، وهنا عندي منقعة تمن من الليل تقريبا 4-5 ساعات، ومكسرته وخليته مباشرة على الزبد، مو إلا يذوب ويحترق الزبد، ما أريده يحترق. وضفت له مي حار، بس أنا التمن مكسرته بإيدي، يعني شلون من سويت الكبة، إذا شايفين الفيديو مع الكبة نفس الشي، كسرته وخليت له المي الحار وتركته، ومن أشوفه يحتاج أضيف له، من أشوفه، لأن هو التمن بطبيعته يتكاثر بالطبخ يعني، فمن أشوفه يتكاثر ويحتاج له مي أضيف له. هسه هنا طبخته أنا زين ورا ساعتين ثلاثة على نار هادئة، أو تقليب دائم وهرس بالشفتير. هسه راح اقسمه نصين، هنا هذا نص وهذا نص، راح اسوي طريقة قسم حليب وقسم زردة صفرة. هذا قسمته، هاي الكوبين هلقد صار، يعني كمية شوية كبيرة لانه مثل ما قلت لكم تكاثر، فهنا جاي اقسمه اني اما بالضبط بالنص، او انتم مش قد تحبون حليب مش قد تحبون زردة عادية صفرة. هسه هذا مال ابو الحليب ضفت له كوب سكر، كوب شكر، ما اضيف له اكثر لان انا ما اريده حلو كلش. اكو ناس حتى ما يخلوا له سكر، اكو ناس بس يضيفوا له حليب، بس انا احب شويه شويه حلا. هنا عندي الحليب ضفته كوبين، راح اضيف حليب وراح اتركه على نار هادئه او متوسطه، اذا ما يحترق انتبهوا له، يعني على نار متوسطه الى ان شويه يثخن، يعني هذا الحليب اللي هسه تشوفوه يروح، يعني امتصل الرز التمن. هنا ضفت له شوية ملعقة شاي هيل مطحون وراح اتركه على جهة. هسه راح ابدي بالزردة الصفرة، اما اخلي له هذا صفار الزعفران اللي دت تشوفوه، او هذا الزعفران الاصلي، بس انا ضفت شوية زعفران اصلي، يعني هذا الشعر مال زعفران منقعته بمي حار على جهة، وراح اضيف له شوية باودر من هذا اللي شفتوه، صفار الزعفران اذا متوفر عندكم، اما هذا او هذا او تخلطون، انا خلطت لان شوية الزعفران يعطي نكهة ريحة طيبة، وهذا صفار الزعفران ضفته، راح يصير اصفر فاتح، ما احب طوخ، وانتم حسب رغبتكم طبعا، ممكن تخلوه اكثر، يعني تضيفون اكثر ويصير اصفر، يعني اصفر قوي، يعني ما الاورنج يعني البرتقالي، بس هو الاحلى يعني يكون لونه فاتح، اصفر فاتح مثل ما تشوفون هسه. دا اضيف شويه، كل ما اشوفه يحتاج اضيف له الى ان يعني اقتنع بي اني، او اللي يطبخ يعني يقتنع بي. يلا هنا ضفت هيل وراح الذوقة، اذا يحتاج اكثر اضيف له هيل، وراح اضيف له ايضا مي الورد، مي ورد، هذا مي ورد ملعقة اكل تقريبا مي ورد، بس لاحظتوا انه الزردة اللي من الحليب ما ضفت لها مي ورد، لان مي الورد يطغي على طعم الحليب وريحته، فما يحتاج تخلوا لها، خلي بس للصفرة، بس لهاي صفرة، ودائما هرس مثل ما هسه تشوفوني اهرس بيها، حتى اثناء ما سلقت التمن وبقيت اضيف له مي، هسه ضفت له بعد زعفران، اثناء ما سلقت التمن قبل لا اضيف له هاي الالوان والمعطرات، يعني الهيل والهاي، كنت كل ساعة اقلب، بس الفيديو يصير طويل، ما شوف ما مو كله شوفتكم اياه، فدائما يعني ابقوا هرسوا بيه مثل الهريسة، يعني هرسوا بيه، حتى اذا عندكم فد جهاز كهربائي تهرسون، انا عندي بس ما سويته لان اريدكم تشوفوه يدوي طبيعي. يعني هسه هنا ضفت سكر، راح اضيف 2 كوب سكر واذوقه، ممكن واحد يشوفه اذا يحتاج له بعد يضيف له، بس هسه انا هاي ضفت له 2 سكر، يعني كل الزين كافي. ممكن تستعيضون عن الزبد بسمنة، واكو قسم كتبوا لي بالتعليقات يسألون شنو السمنة، هو الدهن الحار
اللي الحيواني يعني، او نباتي يصير مثل يعني يشبه الدهن الحر بس هو نباتي. هنا عندي سكر كوب ثاني دا اضيفه، وهم اهرسه الى ان يذوب السكر وشويه يثخن، مو هوايه هذا يثخن الاصفر لان ما ضفت لان سائل هواي، بينما ابو الحليب لا اخليه شويه حراره يعني على النار وانتبه له لانه ممكن يعني اريده يثخن، بس انتبهوا لا يحترق يعني. هسه احتاج بعد هيل، ضفت له بعد ملعقه شاي هنا، هذا هسه من يكمل شويه راح يثخن الحليب الزردة من الحليب اللي سويناها بالبداية، وراح أبدي أصب بعدين. هسه ضفت له بعد مي ورد، يعني صار ملعقة أكل تقريبا مي ورد، ملعقة أكل ونص يعني ملعقة أي ملعقة ونص أكل مي ورد. هذا هسه ضفته، هسه راح أبدي أصب. طبعا أكو نوعين من يعني إحنا نصب الزردة، هسه هنا صبيت الحليب راح اتركه الى ان يبرد شويه الوجه مالته يصير ينشف، وبعدين هسه نشف ورا دقائق يعني 10 دقائق، وهسه راح اضيف اصب فوقه الزرده بحيث من واحد ياكل يقطع تطلع له من جوا يعني الحليب طبقه وطبقه زرده. هنا ضفت له لوز محمص وشرائح يعني، وهذا حسب رغبتكم، وراح اخلي له اضيف له دارسين اللي هو قرفة مطحونة هنا. هذا الماعون كمل، راح اشوفكم شلون اسوي الثاني اللي هو مو طبقات وانما جانب بي اصفر وجانب ابيض. هذا مباشرة ما انتظر يبرد، مباشرة اثنينات نخليهن. هسه هاي جهة هذا الاصفر، هذا هاي جهة، وراح اصب الثانية الجهة الثانية الابيض الحليب هذا، وراح اسوي له في الديكور ديكور عراقي يرمز للعراق اللي هو النخلة اللي يعني مشهورة بالعراق بلدنا العزيز، فراح اسويها بالدارسين، انتبهوا لها راح ارسمها بالدارسين. هسه مثل ما تشوفون شلون راح ارسمها، هالصورة هاي النخلة العراقية الأصيلة هاي بهالصورة، وراح أتركه يبرد وأقدمه بهالصورة. هذا الطبق هذا الشكل النهائي مالته، هذا اللي هسه رسمناه، وإن شاء الله يعجبكم وجربوه. ألف عافية.